أرجوك تسامحني يا عم. الانتحار هو الوسيلة الوحيدة للتخلص من الفضيحة. أنا مش عارفة إزاي هواجه الناس، هقول لهم إيه لما يسألوني عن جوزي؟ عم أنا عارفة إنك هتقدر موقفي وتسامحني. وداعا يا عم، مع حبي وأشواقي. كلام شويه في المركب دي ولا ايه؟ ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ خدت بنصيحتك وراجع مصر. طيب بتعيطي ليه؟ مالكش تعبان، معاك مسدس؟ مسدس؟ انت مش حرامي؟ وبعدين بقى هو وضح السكمار. يبقى معاك مسدس؟ طبعا معايا. اديهولي. ليه؟ هنتحر. نعم يا اختي؟ هنتحر. طب ليه؟ انا حرة مالكش دعوة بيا، هو هتمنعني، انت فاهم؟ مش همنعك ولا حاجة، بس ما تروحي تنتحري بعيد عني. اشمعنى الحتة اللي بنام فيها دي؟ ما البحر واسع قدامك اهو. عندك حق، انا اذنك. الله ده بجد؟ قول اسمعي. الله تعالي هنا. اوعي تعالي. اقتلني. انزلي. انت مش قلت لي البحر قدامك؟ البحر قدامك يا ولدي. الله الله الله، هما لحوا يتخانقوا لسه في شهر العسل، باين على عريش شرس قوي.